تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. هنوريكم دلوقتي او هنسمعكم ملخص اللي حصل في مؤتمر الضحك المرتضى منصور اللي وصفوه ان هو اليوم العالمي للضحك، على الرغم ان محمد رجب في قناه نادي الزمالك او محمد رجابيلو الالماني قال لك ده النهارده عيد قومي في نادي الزمالك، ولازم بقى كل الناس تختشي ولازم كل الناس تستخبى ولازم كل الناس تتدارى. ده مرتضى منصور عمل اللي محدش عمله. ايه اللي مرتضى منصور عمله؟ راح قدم شكوى للفيفا ضد اتحاد الكوره وضد النادي الاهلي وضد كهربا، وفي تنمر وفي عنصريه وفي مش عارف ايه، وهنعمل وهنعمل وهنعمل. طبعا مرتضى منصور استاذ في الهاء البشر، في الهاء الناس، في الهاء جماهيره على المصايب والكوارث اللي بتحصل في نادي الزمالك، وعلى المصايب اللي بتحصل وهو عملها هو واولاده، ومع ذلك في ناس ملتفه لسه حوله وتقول لك الذكر والاسد وعمل وعمل وعمل، ويقول لك ده هو بيفوز بالحكام، ده بيفوز بالسحر والشعوذه، ده احنا مش هنتعاقد مع موسيماني عشان موسيماني بتاع سحر وشعوذه، على الرغم ان ميدو قال ان مرتضى منصور له في السحر وفي الشعوذه، بيروح شبراخيط وبيروح مش عارف ايه وبيعمل وبيعمل. وقبل كده كان في اتوبيس نادي الزمالك بيتواجد واحد شيخ بتاع اعمال وسحر وشعوذه، وكان بياخد 8000 جنيه او 7000 جنيه على كل ماتش، وكان بيقول ده يلعب وده ما يلعبش، ده معمول له عمل، ده معمول له سحر، ده مش عارف ايه، حط الحجاب ده تحت مش عارف فين، حط الحجاب ده بين فين، وكان بيخلي اللعيبه تلعب على هذا الاساس، وميدو طلع فضحه زي ما حضراتكم عارفين، واتكلم على احمد جاملات، واتكلم على العمري فاروق، ازاي العمري فاروق ما يسلمش هو على اللعيبه عندها جرب، ده المفروض كان عمل وعمل، واحنا هنعمل، وموضوع التنمر وشيكابالا ومش عارف ايه، والهوسه اللي بيقولها كل مره. ولكن في حاجات في وسط المؤتمر هو قالها احنا هنعرضها لحضراتكم. طيب تعالوا نطلع نسمع ونشوف ملخص مؤتمر مرتضى منصور. هو قعد 55 دقيقة، مش هقدر اجيب لكم 55 دقيقة، ولكن جبت لكم ملخص التصريحات ورديت عليها في قلب الفيديو. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف التصريحات كانت ايه ونرجع نكمل مع بعض. يلا بينا. بس ما تنساش حبيبي واخويا الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما تفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم وقناه كل الاهلاويه الاهلاويه على اليوتيوب. تعالوا نطلع نسمع ونشوف المؤتمر حصل فيه ايه ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. في بدايه المؤتمر قعد يهري شويه هري كده، اقعد يلا اقعد يا بت نزل رجلك عارف ايه، كانه ناظر مدرسه اعدادي وبيأدب التلامذة اللي قدامه. قال لك أول حاجة غصب عن عين غصب عن أي حد، أنا الرئيس التاريخي للزمالك، الزمالك بيموت قدامي وغير قادر أعمل له شيء، يعني الزمالك بيموت وأنا مش قادر أعمل له حاجة، لأنه يعني هو السبب في كل اللي بيحصل في نادي الزمالك. قال لك اللي قالوا إننا ما قدرناش، إننا ما قمناش، ما قدمناش شكوى للفيفا ضد اتحاد الكورة والأهلي بسبب كهربا، لا قدمنا النهارده الشكوى عن طريق المحامي الايطالي. قال لك عضويه سليمان وهدان سقطت بسبب عدم حضوره الى اجتماع مجلس الاداره بعد غياب عن الحضور لثلاث جلسات متتاليه. طبعا ده خصمه، وان هو يعني طمع في رئاسه نادي الزمالك او حصل خلاف على حاجه معينه، يعني في كواليس كده بيبقى فيها نوع من انواع الايه، قسم التورتايه زي ما انت عايز. الراجل ده على الرغم ان هو زملكاوي يعني، بس هو ايه يعني عينه مليانه معاه، يعني هو معاه فلوس كتير، معاه طياره خاصه بتنقله، من هو عضو مجلس الشعب عن دايره بورسعيد، فيعني له نفوذه وله يعني سلطته. لكن مرتضى حس ان هو طمعان في الكرسي فراح قال شغل. اما بخصوص الشكوى بتاعت كهربا، انت بتشكي كهربا ليه؟ هو عشان هي لجنه الانضباط ومش الانضباط والحاجات دي، اشكي لو معاك حق اثبته. قال لك ما عندناش اطهر الطاهر يضيع ضربه جزاء ويساعدنا على التاهل. ايه ده؟ ايه العبط ده؟ ايه اللي دخل اطهر الطاهر في مؤتمرك اللي انت عامله، مؤتمر الضحك اللي انت عامله؟ انا مش فاهم، يعني انت قصدك ان اطهر الطاهر هو او يعني النادي الاهلي حرضه ان هو ضيع ضربه الجزاء؟ طبعا ده كلام ما يخرجش من بني ادم عاقل، يعني الكلام ده ما يخرجش من بني ادم مسؤول. ولكن مش مؤتمر وفي ضحك وفي طبله ورق، فلازم ايه احط التاتش بتاعه. قال لك
اعتذرت انا واولادي ومش هنكمل في نادي الزمالك، وربنا يوفق الفريق وهنساعده من بره كمشجعين. طيب احنا هنعلق على النقطه دي بحاجه بسيطه خالص خالص خالص. انا عملت بوست امبارح بتلخيص للكلام اللي انا هقوله ده. الفيلم الهندي اللي عامله مرتضى منصور ده علشان حاجه بسيطه بس، في غرامة على نادي الزمالك مقدرة بمليون ومئتين ألف دولار لصالح بنجامين أتشيبيون لازم يندفعوا خلال 40 يوم، وفي غرامة كمان من الفيفا على مرتضى منصور لصالح باتشيكو. يعني في غرامة لأشيم بوند دي بتقدر بمليون ومئتين ألف دولار، وفي غرامة لباتشيكو بتقدر بمليون جنيه غرامة، مليون جنيه. مرتضى منصور عامل نفسه ماشي وهو وعياله، لا قدم استقاله ولا قال للوزير خد ادي استقالتي، ولا قال لك انا ماشي وخلاص وسابها تطربق بعد ما خربها. فمرتضى منصور هيمشي لحد ما الدوله تسدد ديون نادي الزمالك المقدره ب 2 مليون و200 الف دولار لصالح الفيفا علشان النادي الزمالك ما يتوقفش فترات قيد. وبعد ما وزير الرياضه يسدد المديونيه بتاعت نادي الزمالك هتبص تلاقي مرتضى منصور راجع هو وعياله يقول لك ايه ده، العاملين والجمعيه العموميه هي اللي جابتني، على الرغم ان هو قال انا مش هرجع تاني نادي الزمالك الا لما اخد حكم تتشال كلمه معزول. فيعني اي ضحك على الدقون بيعملها علشان يبرر المصائب والكوارث اللي هو عملها. يعني في غرامه على نادي الزمالك ومع ذلك هو مش هيدفع الغرامه دي لا هو ولا عياله عشان ما يكلفش نفسه ولا يكلف خزينه نادي الزمالك قرش، والدوله هي اللي تدفع الفلوس. عرفتوا تيتا؟ عرفتوا الفيلم الهندي ده معمول ليه؟ وهاخد عيالي وامشي شغل محامين، شغل محامين. قال لك ايه بقى؟ بيشكر المدرب بتاعه على حضور المؤتمر وهم بيدعموه بالكامل والجهاز المعاون بيدعمه، وبيقول له حرصت على حضورك للمؤتمر للإدلاء بهذه التصريحات أمامك للتأكد على دعمك، والآن تستطيع أن تغادر الصالة. يعني جابوا كده إيه منظر، بص أنت هنا ويلا مع السلامة أروح. ما أنت مش هتفهم الكلام اللي إحنا هنقوله والمترجم هيقول لك كلام تاني، فيلا مع السلامة. دي نقطة ما لهاش صعوبة لازمة. قال لك المدرب مستمر ولا أساس من الصحة لما تردد حول التفاوض مع حسام حسن أو موسيمين، لكن في تفاوض والراجل قال لكم لا، او الراجل قال لكم على اسعار انتوا ما توافقتوش بيها، غير كده اصلا انتوا اصلا مش قاعدين في النادي، مش قاعدين كصوره، لكن يوم ما هتجيبوها تقولوا لا ده احنا جبنا. قال لك بقى ايه، انا عايز اجيب الراجل اللي مع موسيماني الساحر، مش موسيماني، احنا ما عندناش لعيبه بتشوط بظهرها وتدخل الكوره جول. طبعا مرتضى منصور اللي دخله عالم الكوره فهموا ان الكوره لازم الواحد يبقى ايه قدام المرمى وبص عينه في الشبكه عشان يقدر يشوط. ما اعرفش ان في يعني فنون للكوره وفي العاب جماليه للكوره، وممكن الواحد يلعب دبل كيك ويجيبها وهو اصلا مش شايف الكوره، مش شايف الجون. يعني ممكن الواحد يبقى ضارب للجون ويلعب دبل كيك يجيبها جول، لكن مش عرفه مرتضى. مرتضى راجل بتاع يعني قانون وبتاع محاماه، ملوش دعوه بالكوره، كل حاجه سحر وشعوذه عنده عشان هو بيلجأ للسحر والشعوذه، فاكر الناس كلها زيه. قال لك ما حدث عيب ان تذاع مباراه السله بالاهلي على اون تايم وتنقل مباراه فريق الطائره بالزمالك على البوتاجاز. هل نجوم الطائره في الزمالك عندهم جرب علشان الكابتن الخطيب ما يسلمهمش الميداليات وما يسلمهمش الجوائز ويقول لهم يا عم ما هو دلوقتي لعيبتك وانت وابنك في خصومه بين نادي الزمالك وكابتن الخطيب والنادي الاهلي، وانت اللي زرعت الفتنه دي، فازاي فخلى كل واحد يسلم لعيبته الجوائز بتاعته دي افضل شيء عشان ايه ما يبقاش في احتكاك. لا ده حصل، لا ده رمى لي الميداليه، لا ده بص لي من فوق لتحت، لا ده لبسني الميداليه وكان متضايق، الحاجات دي لا، خد ميدالياتك انت استلمها ومع نفسك. قال لك الزمالك هيتمنع من القريب 3 فترات بسبب مشكله شيكابالا وسبورتنج لشبونه بسبب حسابات الزمالك الموقوفه، الفلوس ما تحولتش للنادي البرتغالي. شوف بقى هو ده بقى ايه الضحك على الدور، لان مشكله شيكابالا لها 10 سنين اصلا، ممدوح عباس
يعني يعني من اول ما انت مسكت مجلس اداره نادي الزمالك لدرجه ان انت قلت لشيكابالا تعالى يا شيكابالا احنا هنسدد الديون بتاعك. اصل موضوع شيكابالا ده معايا، ده بقى من قديم فانا فاهم فيه كل حاجه. لما قال لشيكابالا يا شيكابالا تعالى احنا هنعمل لك عقد ب 1000 جنيه عشان احنا هنسدد الغرامه اللي شفونا هنقسطها لهم. بعد كده بص شيكابالا لقي ولا قسط راح لنادي الزمالك، من نادي الزمالك لسبورتنج لشبونه، جاي تقول لي الحسابات مقفوله. حسابات ايه اللي مقفوله؟ يعني شوفوا بيلبس ايه في ايه؟ ده انت ربنا مش هيسامحك ابدا يا اخي على كم الكذب اللي انت بتكذبه على الناس ده. والناس بتصدق، ما الناس مش فاهمه. الناس اللي ماشيه وراه دي مش فاهمه بيقول ايه. فموضوع شيكابالا ده موضوع من قبل ليه 10 سنين قبل الحجز وقبل وقبل ده الحجز ليه 6 شهور. لكن موضوع شيكابالا ده ليه 10 سنين وما دفعش فيه ولا مليم. جاي تقول هيعملوا هيبقى فيه فترات قيد؟ لا، ده هو الفترات القيد مش هتبقى عشان شيكابالا، هتبقى عشان الفيلم الهندي التاني اللي هو بتاع بنجامين اشيمبونج والواد باتشيكو. وده كمان ما انت سبتها تخرب، سبت المركب تغرق وانت عايز كده، قاصد كده. لو انت موجود نادي الزمالك احسن، يوم ما يبقى فيه كوارث ومصايب و تبين للناس ان انت مظلوم، ان انت بتاع حركات يعني، ومش هو وعياله بعد ما يعني خد التورتايه كلها. قال لك انا بقدم التحيه لاحمد. احمد ماشي، قدم التحيه لانا حمزه مش لاحمد. انا بقدم التحيه لاحمد مرتضى مش عشان هو ابني، لا عشان هو عاشق للكيان. يا سلام، ساب رحله علاجه في اسبانيا وراح وراه لعبة الطايرة اللي كسبه في تونس. انا ما شفتش احمد ماسك قلبه ولا ماسك ظهره ولا ماسك دماغه ولا ماسك حاجه. بيتعالج من ايه؟ يعني انت بتتمنى لابنك المرض او بتدعي على ابنك المرض؟ اليك ما تتمناه. قال لك لاول مره رئيس نادي الزمالك يقدم شكوى ضد اتحاد الكوره والاهلي والباقي كانوا بيخافوا، بس انا ما بخافش واستنوا حبسي تاني قريب. لا يا شيخ، لا ما تخافش، ما حدش هيحبسك، ما حدش هيحبسك يا عم. الدولة كلها معاك والدولة كلها بتساندك والمسؤولين راضيين عنك. رئيس الوزراء اللي كان لاعب كرة يد في نادي الزمالك، والوزير اللي كان لاعب كاراتيه، وزير الرياضة اللي لعب كاراتيه في نادي الزمالك السابق، وأبناء المسؤولين الكبار اللي بيحبوك وبيدعموك وبيطبطبوا عليك، ما تقلقش. واللي له ظهر ما يتضربش على بطنه. أما الشكوى مش الشكوى والبتاع ده، اشتكي من هنا للسنة الجاية وحط وسط الشكوى نادي القرن، ان انت نادي القرن الافريقي ونادي القرن الاسيوي كمان. وحط كمان هدف حسن شحاتة اللي بتتغنوا بيه وبتقولوا ان احنا في نادي الزمالك اتظلمنا وما خدناش دوري وما خدناش مش عارفين، مع ان المباراه دي ما كانتش مباراه دوري. حط كل حاجه، قول اللي انت عايزه. قال لك ايه؟ غصب عن اي حد انا الرئيس التاريخي للزمالك، الزمالك بيموت قدامي وانا غير قادر اعمل له شيء. ماشي. قال لك اللي قالوا اننا ما قدرناش نقدم شكوى للفيفا ضد اتحاد الكوره بسبب كهربا، لا، قدمنا النهارده الشكوى عن طريق المحامي الايطالي. قدم يا سيدي، ما يهمناش. قال لك المؤتمر اللي بعمله ده اخطر مؤتمر في تاريخ نادي الزمالك. مؤتمر الضحك اخطر. يا الله، محمد رجب قال لك النهارده اليوم العالمي لنادي الزمالك. قال لك المدرب مستمر وما فيش موسيماني وما فيش مش عارف. قال لك الزمالك ليس لديه أطهر الطاهر يهدر ركلة الجزاء في الوقت الضايع ويساعدنا على التأهل. يا سلام. ولا نادي الترجي جماهيره تتخانق ويتم حرمانها من جماهيره وستة لاعبين يتعرضوا للإصابة، ولا لاعب بيجيب جول بظهره وهو مش شايف الشبكة. أولا أطهر الطاهر ده، أطهر الطاهر يعني قصد إن هو يغرق فريقه لصالح مين؟ أنت قصد يعني سحر وشعوذة؟ يا ابن الناس اجيب لك ميدو وهو بيقول ان مرتضى منصور كان ممشينا السنه اللي فاتت كلها بالسحر والشعوذه والاعمال والشيوخ، وكان بيجيب واحد شيخ يقعده معانا في الاتوبيس وبياخد 8000 جنيه على المباراه، وكان يقول فلان معمول له عمل وفلان مش عارف ايه وفلان. يعني مش احنا بتاع الحاجات دي يا ابني؟ انما انتوا الشاهد عليكم موجود، انتوا اللي اتفضحتوا بنفسكم. يعني مرتضى منصور يقول على النادي الاهلي عنده لجان الكترونيه ونجيب له دليل على ان هو اللي عنده لجان الكترونيه، ويقول ان النادي الاهلي شغال في السحر والشعوذه، ويطلع ميدو يقول لك ده مرتضى كان بيجيب شيخ وبيقعده معانا في الاتوبيس وكده. يعني اسلوب رخيص ما يطلعش من حد عاقل. يعني ويقول لك لاعب ظهر للجون، مين اللي جاب ظهره للجون وجاب جون؟ يا عم ده الناس بتبقى ظهرها للجون وبتشوت كره من اخر الدنيا بتجيبها جول. تقول لي
بس خلاص، مش في ناس بتصدق الهبل ده؟ قول يا عم، طول ما في لكل واحد مجاذيبه فشيء طبيعي تلاقي ايه هيفرح بالكلام اللي بيقوله ويقول كمان وكمان. بس العيب مش عليهم، العيب على الدولة اللي بتخلي واحد زي كده يصدر الخرافات للناس. قال لك ايه بقى؟ شكوى الزمالك ضد الاهلي واتحاد الكوره ولجنه التظلمات راحت للفيفا النهارده، خلاص وانا كده دوري انتهى، انا واحمد وامير هنقعد في البيت. لا انت هتقعد في البيت لغايه بس ما الغرامه تتسدد من وزير الرياضه، اللي بالمناسبه محمد رجب يعني شكره وقال له احنا بنشكرك، انت نظيف اليد، انت نظيف مش عارف ايه، عشان خلاص حصل اتصاله بينه وما بينه مرتضى منصور. يا حبيبي دي التورته، تورتايه يعني متفقين عليها، ياخدها مرتضى منصور. مرتضى منصور له ماسك بلاوي على ناس معينه كانت بتشغله، بيسجل لهم اعمل كذا وما تعملش كذا، فسجل لهم وهددهم ناس مسؤولين، قال لهم بصوا يا جماعه التورتايه بتاعتي نادي الزمالك، اللي هيبعدني عن التورتايه بتاعتي هجيب عليها وطيه. فهمتوا الليله؟ وهو قبل كده طلع وقال انا ماسك ملفات على ناس كبيره ومدي الشرط لعالي، لو حصل وحصل وحصل هعمل كذا وكذا وهيظهر. قال لك بقى ايه؟ خبط بقى في لعبته. قال لك في لاعب مرتضى منصور، قال لك في لاعب استلم الكاس اداه للجمهور، ده عيب، لو مش عارف الاصول امشي وسيب النادي. فرقه اليد تخسر يقولوا احمد مرتضى، تكسب افريقيا يقولوا عبقريه احمد الاحمر. طبعا احمد الاحمر راجل محترم، راجل مؤدب، ملناش علاقه اذا كان زملكاوي ولا بيلعب في نادي اخر، ولكن هو لاعب مهذب محترم، ما طلعش تصريح قبل كده وحش ضد اي حد، راجل مؤدب، راجل ملتزم، عنده نوع من انواع الاحترام لنفسه وبيحترم ناديه وبيحب ناديه، فما ينفعش رئيس نادي يطلع يشتم لاعب عنده، يعني دي مصيبه وطامه كبرى. ومن بعدها جماهير نادي الزمالك على السوشيال ميديا هجمت مرتضى منصور بسبب الكلام اللي قاله على الاخ ده. في جزئيه ما جاتش، وهي ان هو جاب احمد جمال او احمد جمالات بتاع قناه الحدث اللي كان شغال في قناه نادي الزمالك، قال له انت اهلاوي وانت مش عارف ايه وانا مش هسيبك، يا اللي خد صوره وهو مش عارف حاضن مين ومش حاضن مين وبتاع. طبعا احمد جمال معروف انه زملكاوي ومتعصب وما بيقبلش النادي الاهلي، وانا متابعه من سنين طويله، عمره ما كان اهلاوي، شوف عمره ما كان اهلاوي، عامل زي مصطفى يونس بالظبط، يعني حتى لو كان اهلاوي يبقى اهلاوي اسما كده، وهو لا لعب في نادي اهلي ولا غطى اخبار النادي الاهلي، بالعكس ده هو بيخبط في النادي الاهلي ويفضل يعيد ويزيد في محتوى فاشل وفاسد، الهدف منه ان هو يعني يعمل ترند او يطلع ترند او يعمل نوع من انواع المشاهدات العاليه. خلاصه الكلام طبعا المؤتمر، مؤتمر الضحك ده ملخص الكلام اللي جه فيه، طبعا هو استمر ساعه بالظبط او 55 دقيقه، فانا ما حبيتش ان انا اجيب لكم 55 دقيقه، جبت لكم الملخص اللي قاله علشان نتكلم مع بعض في الجزئيات اللي قلتها لكم بخصوص ان هو الفيلم اللي اتحصل ده علشان ما يسددش 2 مليون و200 دولار و200 الف دولار لغرامات على اتشيمبيون وباتشيكو ووادي موضوع شيكابالا دي كمان في النص، فمستني الدوله تسدد له كل حاجه ويرجع تاني ويقول لك انا الرئيس الشرعي لنادي الزمالك. مرتضى منصور يهد المعبد ويمشي، الدولة تصلح وراه، يرجع يلاقي الدنيا وردي. عمل الحركة دي مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ما تروحش في أي مكان، لسه الفيديو بتاعنا مكمل. أنا من عوايدي إن أنا بجيب الحاجة كاملة، بحب ما أجيب الفيديو موثق الصوت والصورة علشان أطلع أتكلم يعني بثقة إنه ده قال وده قال، لكن المؤتمر مدته 55 دقيقة أو 56 دقيقة، فأنا عشان أعلق عليه وأعلق في البداية وأعلق في نهاية الفيديو هيمتد لساعة ونص، فأنا ما حبيتش إن أنا يعني أعمل فيديو ساعة ونص، أنا قبل كده عملت فيديو ساعتين وفي ساعتين وشوية، ولكن ما حدش هيتفرج على ساعتين يعني فيديو، فالناس بتحب الفيديوهات القصيرة على قدر المستطاع، فأنا هحاول إن أنا إيه، حاولت إن أنا يعني ما أطولش على حضراتكم، وجبت لكم ملخص التصريحات اللي هو قالها، جاب سيرة أحمد جمال وجاب سيرة وهدان بعد ما كان حبيبه وصاحبه وعضو مجلس الشعب، بس الزار كان عينه على الكرسي او طبعا في الكرسي، فقال له لا مع السلامه، راح طرده بحجه ان هو ما حضرش 3 مرات، طب ما في ناس كتير ما بتحضرش خالص ومع ذلك متواجده، ولكن مرتضى يعني ايه الكلمه كلمته والمكان مكانه، على الرغم ان هو معذور بقرار محكمه، وهو قال ان انا مش هرجع اصلا في نادي الزمالك الا عن طريق المحكمه تشيل كلمه معزول، الكلمه دي انا ما بحبهاش، بس واضح كده ان حصل ديل بينه وما بين اشرف صبحي، وهو زي ما قلت لكم هو يعني ماسك حاجات على الدولة، ماسك حاجات على مسؤولين في الدولة، وفي المقابل أنا مش هتكلم على أي حاجة،
بس في مقابل سهولي نادي الزمالك، نادي الزمالك ده بتاعي انا بحبه، ملكي ملكي خاص. فهو لما يبقى الزمالك غرقان ديون يسيب بعضه ويمشي هو وعياله، تيجي الدولة تسدد الديون يرجع تاني زي الباراشوت. هي بقى يعني اي حد عايز، اي عيل صغير يفهم الكلام ده، في غرامات على نادي الزمالك تقدر ب 200، عفوا ب 2 مليون و200 الف، ده بخلاف الغرامه بتاعت شيكابالا اللي بيقول لك كان الحجز موقوف. انت بتضحك على مين؟ ده موضوع شيكابالا ليه 15 سنه، انت جاي تتكلم عليه دلوقتي وتقولي غرامه؟ ثم ازاي النادي لغايه دلوقتي ما حصلش فلوسه؟ ده كان عليه 700 الف يورو، دلوقتي تلاقيهم عدوا 3 مليون غرامات على نادي الزمالك. لكن الدوله هتسدد، الشباب والرياضه هيسددوا، لان اصلا الشباب والرياضه عندها ميزانيه بتدعم كل الانديه المصريه. لا، الشباب والرياضه خصصت خزنتها فقط لنادي الزمالك، ما بتدعمش اي حد تاني غير نادي الزمالك. فاحنا قاعدين في دوله العبث، دوله الغرابه والعجابه ودوله الايه، انا مش لاقي وصف مهذب اقوله على اللي بيحصل ده. ايه ده؟ ايه ده؟ معلش يعني، هو انت مين بيحميك في البلد يا مرتضى؟ القانون مش قادر عليك. هو المشكله انا حاسس كده ان مرتضى يعني ده يعني ملاك الموت لما يجي ياخد عمره هقول له لا استنى، انت مش عارف انا مين، ده انا اصغر مؤلف قانون، ده انا. تهيألي كده هيتخانق مع ملاك الموت. لكن واضح كده ان احنا مكملين حبه حلوين. على فكره واحد يقول لي انت مالك يا عم، ما يولع بجهازه هو والنادي الزمالك. يولع بجهاز، بس كونه انه يتناول النادي الاهلي ويقول لك اطهر الطهر مش عارف ايه والسحر والشعوذه، يا عم هو انت عشان شغال في السحر والشعوذه فاكر الناس كلها زيك؟ ما ينفعش هذا الهراء. اتكلم عن نفسك وبس، اتكلم عن فريقك وبس، اتكلم عن مصائبك وكوارثك وبس، مالك ومال النادي الاهلي؟ ودول الموسيماني شغال. طب لو الموسيماني شغال بالسحر والشعوذه خسرنا الدوري ليه؟ طيب لو الموسيماني شغال بالسحر والشعوذه خسرنا افريقيا ليه؟ هتفهمني؟ كانوا واخدين اجازه يعني العفاريت ولا السحر اللي كان شغال بيه كان فاسد وقتها؟ اي كلام واي عبط بيتقال، اي كلام واي عبط، ومع ذلك تبص تلاقي ناس مصدقه الهبل ده وبتمشي وراه. زي ما كل ما انزل فيديو على الفيسبوك انت لجان الكترونيه، انت مش عارف ايه، وانا النهارده هحط لكم فيديو بالدليل القاطع والبرهان ان مرتضى منصور له لجان الكترونيه، وانا هنزل الفيديو ده بعد الفيديو ده ان شاء الله. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش اخويا وحبيبي الاهلاوي وتدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما فيش اي فيديو يفوتك في قناتنا، قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معكم اخوكم هاني الشراوي، سلام عليكم.